سيارة الجيتور اكس 70 الرهيبة لكم. هالمرة ما بتكون المسابقة في السناب، بتكون المسابقة في الانستغرام وفي حساب زيدني، حسابي الثاني. انا مخصصنا للمسابقات وللتفاعل، الشركات، المحلات، المؤسسات اللي بيرفعوا حسابهم بالانستغرام يتواصلوا على هذا الرقم، وبإذن الله الأسبوع القادم تنطلق مسابقة الانستغرام. صديقتي زهرة الحبسية وصديقي تركي الحبسي، كيف حالكم؟ خير. مستعدين المدرسة؟ أيوة. جاهزين؟ أيوة. اشتريتوا الأغراض؟ أيوة. يلا بالسلامة، إن شاء الله الله يوفقكم وسنة سعيدة بإذن الله. ميت موت، البراند العالمي اللي الآن بدأ يتوسع وينتشر أكثر. قبل يتم أنا تقريبا قبل كم شهر كان عندهم 35 34، الآن وصلوا إلى 39 فرع حول العالم. لحم مدخن محطوط بداخل الفرن من 14 إلى 20 ساعة. فرعهم الوحيد في عمان، في عمان مول. اللي ما جرب اللحم المدخن على أصوله هجوم على ميت موت. مقابل سنو عمان الدور اللي فوق، الدور الثالث، مثل ما تشوفون هذه الأفران كلها بداخلها لحم. في اللي عدى 14، وفي اللي عدى 15، وفي لسه اللي ما وصل 20 ساعة. احنا نبروح للي وصل لعشرين ساعة. وإيش سالفة المخللات والمقبلات؟ هذا كله بنعرفها بعد شوي. خلينا أول نختار اللحمة اللي بناكلها. المعلومة اللي بهرتني، والله ما كنت أعرف، أنا توقعت يطبخونه بالغاز، أتاري يطبخونه بالفحم. شوف 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 شوف، فحم فحم ينحط تحت واللحم موجود فوق ويستوي على مهله من 14 إلى 20 ساعة. الله عليك، شيف إيش بتختار لي؟ بختار لك أحلى كتف اليوم. كتف؟ الكتف. يلا شيف يوسف، إيش قصة الميزان واللحم وأنت؟ أول شيء نورتنا وحياك الله في موت. حيا. طبعاً عندنا لحوم مدخنة من 16 إلى 24 ساعة بس بالفرن، عبارة عن الحطب والفحم بس. أوكي. في عنا خيارين، في عنا العجل وفي عنا الخروف. في عنا من العجل بيف ريبس، في عنا من الخروف كتف، رقبة، ريش، فخذ. سعر الكيلو 33 ريال، يشمل رز، سلطة، صوص، مشروب غازي فري أنليمتد. يعني قد ما بدك يعني بس هاي، يعني هو يدفع حق اللحم. يباع رز زيادة، سلطة زيادة، سلطة، درينك، كله فيه بس بتحاسب على اللحم. وفي عنا خيارات وحسب الكاستمر بحب الشحم ما بحب الشحم. احنا وظيفتنا هون نشرح له مثلا كتف كم شخص بكفي، شحم مش شحم سيئ. معناته لا تاخذ الشيء اللي ما تريده. خذ على قد حاجتك. بعطيك على قد حاجتك حسب عدد الافراد، حسب انت. مثلا جينا أربعة تقول يكفيك كذا، جينا 10 خذ كي. بسم الله.
شو عجيب 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 عجيب، ابدعت ابدعت. وبعد الشو الجميل ما اخترنا اللحم، بيبونا اللحم، بنوريكم الطاوله ايش يكون فيها. خضنا اللحم، وزنوه، دفعنا حقه، خلاص الحين كل ما في الطاوله بيكون مجان. ميز ميت موت، انت بتدفع فقط قيمه اللحم. هذه الموزه زين، انا شخص واحد ما اريد لحم كثير، اخذ لحم على قدي. كل المقبلات هذول اللي تشوفونها مع الرز كل حاجه ان خلصت اقدر اطلب. اكلت اللحم مع العيش ما كفاني، اطلب مره. المقبلات اطلب مره، وانت قد ما تشبع اطلب. الدفع فقط يكون قيمه اللحم. اخبركم معلومه، ال 33 ريال اللي قالها الشيف هذاك للعائله، هذه اللحمه من 9 الى 10 ريال، ما يقارب من 20 23 ساعه بالفرن. انت تاكل لحم تركي مدخن عالمي، ادفع بس هني وانسى سعر الباقي. ولو خضيت سعر الكيلو بيكفي من 3 إلى 4 أشخاص، يعني 33 ريال بتشيرونها فيما بينكم، والمقبلات وكل ما في على الطاولة فري. الحساب ميت موت. اللي يحبون المنتجات الفلسطينية، دار العطاء عاملين فعالية جميلة جدا في روزنا، مطعم روزنا، فاليوم الساعة 5 بكون موجود لتغطية افتتاح هذه الفعالية، وكل المبالغ اللي بيطلعونها بتروح للأعمال الخيرية. فاللي فاضي الساعة 5 مطعم روزنا.